صحيح. كيفاش حكم دولي غيعاود يشوف لقطات وغيكون فخور بالتحكيم ديالو؟ انا لا اظن. انتما الان استنتجتوا على المباراه ديال امس ثم مباريات اخرى او غير فقط مباراه امس؟ مقابله امس، ولكن حنا رانا ندبنا بالمقابله ديال جديده ديال التحكيم ديال سي الاسم ديالو ديال المقابله الجديده. المقابله ديال الرداد ديال تطوان اللي كانت فيها مجزره تحكيميه ومجزره ديال لاعب المغرب التطواني وفريق الرجاء الرياضي كان ما مشميش. المقابله البارح ونزيد كاس عادل العلوي، شفنا المقابله ديال اكادير، راه كانوا اون ديبلكس، كانوا اون ميم طون لاعبين المقابلات. اذا زعما الجامعه او اللي مكلف بالمراجع حطهم اون ميم طون الا كان عندهم تاثير على المقابله. ضربه جزاء ثانيه بتصريح جميع الخبراء ديال التحكيم، ما كانش ضربه جزاء ثانيه ديال الفريق ديال المقابله الثانيه ديال كاس اكادير. انا كنا استضفنا السي عتقا وهضرت معاه على هذا الموضوع ديال ضربه الجزاء، وتكلمنا على ضربات الجزاء التي استفدوا منها بعض الفرق دون الاخرى، وضربات الجزاء اللي هي ما كاينش وقت يمشي يرجع للفار، اشياء مجموعه من الاشياء اللي كنا تحدثنا فيها يوم السبت مع السي يحيى حدقه في هذا الموضوع، وتعاودات وكاين ضغط ديال بعض الحكام على بعض الفرق اللي الرؤساء ديالها اللي هما مؤثرين النافذين اصحاب القرار في الجميع. قلنا هذه الامور كلها وكان الجواب ديالو على انه هذا الشيء ما كاينش، ولكن بان شي اشياء بعديد. نعم. بكل إخلاص الآن فريق الرجاء الرياضي تقول الجماهير دياله، تقول المتتبعين ديال فريق كرة القدم في المغرب، أن فريق الرجاء الرياضي مستهدف. فاحنا كنقولها وكنتحملوا المسؤولية ديال الكلام اللي كنقولوا. مستهدف علاش؟ لأن أخطاء عندهم تأثير مباشر على النتيجة، إذا أنا فقط ديخسر الغزلطة وشي أخطاء كانوا ممكن مؤثرين. اذا واضحه دائما كنا تنقولوا ان ازدواجيه المهام غادي تعطيها دو كونفلي دانتيري. اذا الان كاين كونفلي دانتيري، كاين فريق اللي تيتقاتل كما تنقولوا بالدارجه واللعبه كيتقاتلوا وتتخدم الحقوق ديالو، وكاين فريق اخر كينتمي الرئيس ديال العصبه وعنده الحق الرد، عنده الحق الرد ان تتحمل المسؤوليه ديال تنقول تيعطيو الهدايا، وهذا الشيء مشيء هو مبدا التكافؤ فرص. وشكرا الاخ عادل. انا غير باش نقول هذه الامور اللي ذكرتيها، علما ان فريق الرجاء مستوى بالامس راه ما كانش في المستوى اللي تعرفوا عليه السي سعيد، غير باش نديروا هذه ايضا على المستوى التقني المستوى البدني، كان فريق الرجاء لم يكن في ذاك الشيء اللي كنا تعرفوا عليه في بدايه فريق الرجاء الرياضي. غير باش هذه تا هي ناخذوها بعين الاعتبار. غنجاوبك فريق الرجاء الرياضي اجرى 5 أو 6 المقابلات في ظرف 20 يوم، انتصر في 5 وتعادل في 1. فريق رجاء الرياضي تعرض للوقوف ديال لاغي ديال الريتم ديالو. المقابله ضد الدوم تعطلت، المقابله ديال الوداد تعطلت، المقابله ديال جديده تعطلت، ودخلنا في واحد العطله ديال 20 يوم. اذا باش يمكن التحليل ديالك يكون دو بو طون بو بالنسبه لي انا لوجيك، خذ المعطيات. حنا تعرضنا لي لونغ ديالنا، تعرضنا لا لونغ اللي كنا غاديين فيها. اذا حنا تنجنيو الان ومقابله ديال طنجه، مقابله ديال طنجه قالوا لي هم بقاو 3 كورونا وكالدواء وكالولادة عليكم عاد تلعبوا مع الرجاء. طيب شكرا لك السي سعيد وهبي، نعطيك رسمي باسم الرجاء على